مع ذرتين هيدروجين وO. في النواتج سنجد أن أحد المادتين أصبحت H3O موجب، أي أنها كان لديها اثنين وأصبحت ثلاثة، والأخرى أصبحت إكسال. إذن هذه المادة هي التي فقدت البروتون، وهذا هو المتبقي منها. إذن HX فقدت البروتون، منحت البروتون لل H2O، وهذا هو المتبقي منها إكسال. إذن نقول هذا حمض لأنه فقد البروتون، وبعدما فقد البروتون، طبعا فقد H أصبح X فقط وكان متعادل، ثم أصبح يحمل سالبة، إذن أصبح X سالب. إذن الحمض بعد أن فقد أيون الهيدروجين، الحمض بعد أن فقد أيون الهيدروجين، يعني فقد الهيدروجين وشحنته الموجبة، فقد الهيدروجين شحنته الموجبة، يتحول إلى قاعدة مرافقة. يعني HX قاعدته المرافقة X سالب، لأنه يعني بعد ما يفقد البروتون أو أيون الهيدروجين سيتحول إلى إكس سالب. إذا نقول اتش إكس يمنح أيون الهيدروجين لجزيء الماء، لذلك يعتبر اتش إكس حمضا، والمتبقي منه بعد أن يفقد يعتبر قاعدة مرافقة. يعتبر قاعدة مرافقة هذا الاتش إكس بعد أن يفقد الاتش والموجب، المتبقي منه إكس سالب، فيعتبر إكس سالب هو القاعدة المرافقة للاتش إكس. إذن إذا كان لدينا حمض، فحتى نأتي بالقاعدة المرافقة، إذا كان لدينا حمض ونريد أن نأتي بالقاعدة المرافقة، ننزع منه هيدروجي يصبح إكس، وننزع منه موجب الهيدروجي فيصبح بدل ما كان متعادل يصبح سالب لأنه فقد البروتون. نموذج برونش دولوري القاعدة، تعريف برونش دولوري القاعدة: مادة تستقبل أيون الهيدروجين أو البروتون، مادة تستقبل أيون الهيدروجين أو البروتون، يعني تكسبه، تكسب هذا الهيدروجين بموجبه. لاحظ احنا قلنا قبل قليل أن الـ HX فقد البروتون، فقد أيون الهيدروجين فهو حمض، وهذا قاعدة المرافقة. الآن لاحظ الماء كان لديه اثنين هيدروجين فنعتبره قاعدة، إذن سيستقبل البروتون ويستقبل أيون الهيدروجين. لاحظ عند اثنين هيدروجين أصبح لديه ثلاثة هيدروجين، أي أنه اكتسب الهيدروجين وكان متعادلا وأصبح يحمل شحنة موجبة، إذن اكتسب أيون الهيدروجين، فنسمي هذه قاعدة لأنه اكتسب أيون الهيدروجين، ونسمي هذا حمضا مرافقا أو مقترنا لأنه هو المتبقي أو هو الموجود بعد أن اكتسبت القاعدة أيون الهيدروجين. فنقول عندما يستقبل الماء H2O أيون الهيدروجين يتحول إلى أيون الهيدرونيوم H3O موجب ويعتبر قاعدة، والناتج بعد كسبه أيون الهيدروجين اللي هو أيون الهيدرونيوم H3O موجب يعتبر حمضا مرافقا، حمضا مرافقا. كيف نأتي بالحمض المرافق من القاعدة؟ دائما نضيف إلى القاعدة، نضيف إلى القاعدة H وموجب، نضيف إلى القاعدة H وموجب، ف H2O نضيف إليها H تصبح ثلاثة، وهي متعادلة نضيف عليها شحنة موجبة فتصبح تحمل شحنة موجبة. إذن الماء عندما يكتسب أيون الهيدروجين يتحول للهيدرونيوم، وفي هذه الحالة يعتبر الماء قاعدة، و H3O موجب هو و H3O موجب هو الحمض المرافق. الحمض المرافق وبعضهم يسميه المقترن هو المركب الذي ينتج عندما تستقبل القاعدة أيون الهيدروجين ونحصل عليه بإضافة الهيدروجين. لاحظ الماء اكتسب الهيدروجين H موجب، بدل اثنين أصبح ثلاثة، وبدل ما كان متعادل أصبح شحمشنة موجبة. إذا الحمض المرافق نأتي به بإضافة الهيدروجين وموجبه إلى المادة أو إلى القاعدة، فتصبح حمضا مرافقا أو مقترنا، حمضا مرافقا أو مقترنا. القاعدة المرافقة أو المقترنة
هو المركب الذي ينتج عندما يمنح الحمض أيون الهيدروجين، ونحصل عليه بنزع أيون الهيدروجين من الحمض. لاحظ HX حمض، لاحظ نزعنا من الهيدروجين أصبح X، نزعنا من الموجب أصبح X سالب. إذن هذا حمضا، وهذه قاعدة مرافقة أو قاعدة مقترنة. الزوج المترافق هو الذي يتكون من مادتين ترتبطان معا عن طريق منح واستقبال أيون هيدروجين واحد. هذا زوج حمض وقاعدة مرافقة، هذا زوج واحد منح واستقبل، وهذا الزوج الأول، وهذا الزوج الثاني. القاعدة هو الحمض المرافق. تدريب: أكمل الجدول التالي حسب التفاعل التالي. HF زائد H2O يعطيني H3O موجب زائد F سالب. أين الحمض وأين القاعدة؟ ثم أين القاعدة المرافقة والحمض المرافق؟ نلاحظ ما يلي: HF تحول إلى، نعم تحول إلى F سالب. HF تحول إلى F سالب، إذن هذا فقد، صح؟ فقد الحمض فقد، إذن سيصبح هنا HF لأنه فقد. ماذا بقي منه بعدما فقد أيون الهيدروجين؟ نعم بقي F سالب، فهذه هي قاعدة المرافقة لهذا الحمض. الماء، الماء أصبح H2O، أصبح H3O موجب. الماء تحول إلى أيون الهيدرونيوم، نعم كان 2 أصبح 3، إذا كسب كسب الهيدروجين وكسب الشحنة الموجبة. إذا الماء سيصبح قاعدة وأيون الهيدرونيوم H3O موجب سيصبح الحمض المرافق. لاحظ HF هو الحمض، F سالب هي القاعدة المرافقة، هذا الزوج الأول، والقاعدة هي الـ H2O، وحمضها المرافق هو H3O موجب. أيضا نريد إكمال الجدول التالي حسب التفاعل التالي، ونحدد القاعدة وحمضها المرافق والحمض وقاعدة المرافقة. لاحظ الـ NH3 المادة الأولى ماذا أصبحت في الجهة الأخرى؟ أصبحت NH4، كان عندها 3 أصبح عندها 4. كسبت ولا فقدت الهيدروجين الآن؟ كسبت الهيدروجين، وكانت متعادلة ثم أصبحت موجبة. إذن هذه القاعدة وهذا هو حمضها المرافق. إذن القاعدة المرافقة قاعدة NH3 والحمض المرافق لها هو NH4 موجب. لاحظ الماء كان H2O عنده 2 هيدروجين، ثم أصبح لا يوجد إلا هيدروجين واحد، نعم إذن هذا هو الحمض لأنه فقد الهيدروجين وشحنته الموجبة. والمتبقي منه بعد الفقد هو الأيون الهيدروكسيد، أصبح قاعدة. ماذا لاحظت من التمرينين أو التدريبين، هذا والذي يليه والذي قبله؟ لاحظت قبل قليل أن الماء كان قاعدة والآن أصبح حمض، ولذلك نموذج برونشت دولوري يعتبر الماء مادة مترددة لأنها مرة حامض ومرة قاعدة، تسلك سلوك الأحماض وتسلك سلوك القواعد، فيعتبرها مادة مترددة بالنسبة للماء. نعم هذه النشاط القاعدة، وما تكون بعد كسب البروتون اللي هو NH4 موجب حمض مرافق، الحمض H2O، والقاعدة المرافقة هي OH سالب. أيضا نكمل الجدول التالي.
ان اتش 4 موجب زائد او اتش سالب يعطيني ان اتش 3 زائد اتش 2 او. لاحظ ان اتش 4 كان لديه اربع ذرات هيدروجين، في الجهه الاخرى اصبح لديه ذره وثلاث ذرات، اذا فقد هيدروجين، اذا يعتبر هذا حمض، وهذا قاعدته المرافقه لانه فقد الهيدروجين وشحنته الموجبه، بينما الاو اتش كان عنده هيدروجين واحد ثم اصبح عنده اثنين هيدروجين، اي انها كسبت. فنقول ان الحمض هو ان اتش 4 موجب، والقاعده هي ان اتش 3 المرافقه، بينما الاو اتش هو قاعده وحمضها المرافق هو اتش 2 او، وهذا هما الزوجين المترافقين او المقترنين. الان اكمل جدول التالي، لدينا في العمود الذي على اليمين احماضا، ولدينا في العمود الذي على اليسار قاعده مرافقه، كيف نحول من الحمض الى القاعده المرافقه؟ نعم، نحذف اتش موجب، ممتاز، نحذف من الحمض اتش موجب. طيب لما حذفنا من الحمض اتش موجب اصبح اتش واحده، يعني معناته انه يوجد فيه ذرتين. نعم، اذا لانه لاحظ لديه هنا اتش واحده ونحن حذفنا اتش، اذا لابد ان يكون الحمض لديه، نعم، ذرتين هيدروجين، فنقول اتش 2 اس او 4 كان سالب ثم نضيف عليه اتش موجب يصبح متعادل. هنا حمض، كيف نجعل منه قاعدة مرافقة؟ نسحب منه هيدروجين، بدل ثلاث تصبح ثنتين، ممتاز. بي او 4 كان متعادل وسحبنا منه شحنة موجبة، اذا يصبح يحمل شحنة سالبة. السي ان العكس، قاعدة مرافقة فنضيف عليها الاتش فنقول ممتاز اتش سي ان، وكان يحمل شحنة سالبة ثم أضفنا عليها شحنة موجبة تذهب الشحنة السالبة. هذا المركب مركب عضوي لأنه يحتوي على الكربون مجموعة الميثيل، وبالتالي لما نحذف الهيدروجين البعيد عن ذرة الكربون اللي هو الـ H3 هنا، نحذف منه H، بدل ما كان لديه ذرة ثلاث ذرات هيدروجين يصبح لديه، نعم، ذرتان، فيصبح CH3 NH2، وكان موجب وسحبنا من موجب أصبح يحمل شحنة متعادلة. هذه الحلول. الحمض أحادي البروتون هو الحمض الذي يمنح أيون هيدروجين واحد فقط، يعني لا يستطيع أن يمنح إلا أيون هيدروجين واحد فقط، يعني أنه لا يمتلك، نعم، لا يمتلك إلا هيدروجين واحد فقط. لاحظ معادلة التأين، هذا الـ HCl، هذا هو الحمض. لاحظ هنا فقد الـ HCl الهيدروجين أيونه ومنحه للماء، إذا هنا نقول عن الـ HCl أنه حمض أحادي البروتون، لأنه بعد ما فقد البروتون أو بعد ما فقد أيون الهيدروجين لا يستطيع أن يفقد مرة أخرى. السي ال سالب ليس لديه هيدروجين فلا يستطيع أن يفقد مرة أخرى، فنقول عن هذا الحمض أنه حمض أحادي البروتون، HCl حمض أحادي البروتون. أما الحمض المتعدد أو الأحماض المتعددة البروتون، فهي الأحماض التي تحتوي على أكثر من ذرة هيدروجين قابلة للتأين. لاحظ H2SO4 لديه ذرتين هيدروجين، H2SO4 لديه ذرة هيدروجين، فقد الأولى أصبح H2SO4، فقد الـ H الثانية أصبح SO4 سالب 2، هل يستطيع أن يفقد أيضا؟ لا يستطيع أن يفقد، إذا الحمض H2SO4 حمض ثنائي البروتون، حمض ثنائي البروتون لأنه يفقد مرتين، يفقد مرتين. اكتب معادلة التأين وحدد نوع الحمض. طيب الحمض هنا HNO3 سيمنح الماء البروتون، فيصبح الآن المتبقي منه، يصبح المتبقي منه بعد ما يفقد الـ HNO3 يصبح NO، نعم، 2 سالب. وبعد ما يفقد هل يستطيع أن يفقد مرة أخرى؟ لا، طبعا سيكتسب الماء هذا البروتون ويصبح H3O موجب. إذا HNO3 هو حمض أحادي البروتون، هو حمض أحادي البروتون. HNO3 حمض أحادي البروتون، بعد ما فقد البروتون لا يستطيع أن يفقد مرة أخرى. معادلات التأين لهذا الحمض الآن H3
PO4. طبعا لديه 3 ذرات هيدروجين، يفقد في المرة الأولى ذرة هيدروجين فيصبح H2، نعم H2 PO4 سالب، كان متعادل وفقد موجب أصبح سالب. طيب ممتاز، هذه الخطوة الأولى، فقد بروتون واحد. في الخطوة الثانية نفس هذا المركب، نفس هذا، سيفقد مرة أخرى H2PO4، سيفقد ويصبح بدل 2، نعم 1 HPO4، لكن سيحمل شحنتين الآن سالبة. هل يستطيع أن يفقد؟ نعم يستطيع أن يفقد، لديه هيدروجين، فيصبح هنا PO4 سالب 3، بدل ما كان سالب 2 أصبح سالب 3. فهذا حمض متعدد البروتون، هذا حمض H3PO4 حمض متعدد البروتون، H3PO4 متعدد البروتون. أكمل الجدول التالي كتقويم، أكمل الجدول التالي، HNO2 زائد H2O تعطيني NO2 سالب زائد H3O موجب. يبغى الحمض وقاعدته المرافقة، ويريد القاعدة وحمضها المرافق للحل. لاحظ من الذي فقد البروتون؟ HNO2 أصبح NO2، فقد أو كسب هذا؟ نعم فقد، فيصبح الحمض هو HNO2 والقاعدة المرافقة NO2 لأنها فقدت الأيون الهيدروجين. بينما الماء H2O أصبح H3O موجب، يعني كسب أيون الهيدروجين، فهذا الماء يعتبر قاعدة وال H3O موجب يعتبر الحمض المرافق. لاحظ HNO2 هو الحمض، أفقده البروتون يتبقى أو الأيون الهيدروجين، يتبقى منه NO2 سالب. الماء كسب أيون الهيدروجين فأصبح بدل 2 3، أصبح هو القاعدة، وأيون الهيدرونيوم H3O موجب هو الحمض المرافق، هو الحمض المرافق. والاثنين يعتبرون زوجين مقترنين أو زوجين مترافقين. تقويم، أكمل الجدول التالي. الآن لدينا على العمود الأيمن قاعدة، ونريد منها في الجدول العمود الأيسر الحمض المرافق. طبعا حتى تحول من قاعدة إلى حمض مرافق، أي ماذا تعمل؟ نعم تضيف H مع موجبها اللي هو أيون الهيدروجين. طيب أضف على الماء، أضف على الماء H، نعم يصبح H3 أو موجب أيون هيدرونيوم. طيب تبقى العكس، بنحول من الحمض المرافق إلى القاعدة، اعكس، انزع الهيدروجين والشحنة الموجبة. طبعا عفوا، انزع الهيدروجين والشحنة الموجبة. لما ننزع من الـ OH الهيدروجين، ما يصبح عندنا إلا O فقط، وبدل ما كان عندي سالب واحد يصبح عندي سالب 2، أو سالب 2، ذرة الهيدروجين عليها شحنتين سالبة. نأتي للمركب الثاني H السالب، هو قاعدة ونريده أن يصبح حمضا، إذا نعطيه H، فبدل ما كان لديه H واحدة يصبح لديه ذرتين هيدروجين مع الإس فقط، وتروح الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة. تعلمنا اليوم نموذج لوري برونشتد للأحماض. نموذج لوري برونشتد يقول الحمض هو مادة تمنح أيون الهيدروجين H موجب، بينما القاعدة مادة تستقبل أيون الهيدروجين. لاحظ إذا هناك تلازم بين الحمض والقاعدة في نموذج برونشتد لوري، ما في حمض إلا بوجود قاعدة، لأن الحمض سيفقد والقاعدة ستكتسب. لاحظ عندما يفقد الحمض البروتون يتحول إلى قاعدة مرافقة، وعندما تكتسب القاعدة البروتون أو أيون الهيدروجين تصبح حمضا مرافقا، والاثنين يعتبران زوجين مترافقين. أيضا تعرفنا على نوعية الأحماض، وقلنا عندنا أحماض أحادية البروتون وأحماض متعددة البروتون. الأحماض أحادية البروتون هو الحمض الذي يمنح أيون هيدروجين واحد فقط، أي ليس لديه إلا هيدروجين واحد فقط، بينما الأحماض المتعددة البروتون هي الأحماض التي تحتوي على أكثر من ذرة هيدروجين
قابلة للتأين، يعني يحتوي على ذرتين هيدروجين أو أكثر. لاحظ هذا الحمض الأحادي لا يحتوي إلا على ذرة هيدروجين واحدة، فلا يستطيع أن يمنح إلا ذرة واحدة، بينما H3PO4 يستطيع أن يمنح كم؟ نعم، يستطيع أن يمنح 3 أيونات هيدروجين. فنقول عنه أنه حمض متعدد البروتون، حمض متعدد البروتون. انتهى الدرس، أتمنى أن تستفيدوا منه، تصبحون على خير. من أنواع العقارب السامة ما يعرف باسم عقرب الموت الأصفر أو عقرب الموت الأسود، وهي عندما تلسع تحدث احمراراً وألماً وتنميلاً في مكان اللسعة مع ارتفاع في درجة الحرارة والضغط وسرعة ضربات القلب وصعوبة في التنفس وزيادة اللعاب وأخيراً حركات غير إرادية بالرأس. ويكون العلاج بإعطاء المصل المضاد لسم العقرب بعد إجراء اختبار الحساسية اللازم. توجد أنواع عديدة من الأمصال، معظمها يحضر صناعياً لتلافي نقل أمراض الدم، وبعضها يجري تحضيره في الخيول بعد حقنها بالميكروب، ثم تستخلص الأجسام المضادة من البلازما وتنقى وتعبأ. وقد تحضر بعض الأمصال في متطوعين بشريين بعد إجراء الفحوص اللازمة لضمان خلوهم من الأمراض، ويسمى الجسم المضاد المستخدم في الأمصال بالجلوبيولين، وتوجد منه 3 أنواع رئيسية هي البشري وعالي المناعة والوريدي، وتتلخص فكرة التحصينات وطريقة عملها في تحفيز جهاز المناعة بالجسم على تكوين أجسام مضادة ضد نوع خاص ومحدد من الميكروبات، وذلك عن طريق إعطاء الميكروب المسبب لهذا المرض في جرعة ضعيفة ومهانة صناعيا بدلا من الميكروب نفسه. وتوجد مراكز كثيرة متخصصة في علاج كافة حالات التسمم، سواء بسبب تناول أدوية أو أطعمة فاسدة أو لدغ زواحف أو حشرات، مع توفير كافة المعلومات الخاصة بنوع الدواء المضاد وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ حياة الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد للصف الثالث ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الأول. موضوع درسنا لهذا اليوم يتحدث عن المجالات المغناطيسية حول المغانط الدائمة. راح نتعلم بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا لهذا اليوم ونعرف المجالات المغناطيسية، أيضا راح نوضح بالرسم خطوط المجال المغناطيسي ونبين اتجاه خطوط المجال المغناطيسي. ما الذي يجعل الأطفال ينجذبون للعب في المغناطيس؟ أكيد راح تكون إجابتكم هي القدرة التي يظهرها المغناطيس في جذب وطرد الأشياء المحيطة بهذا المغناطيس، وخصوصا